تمام. نرجع بقى نشوف تمام. المشرع بقى، المشرع هنا او رئيس الوزراء، عشان دي ده قرار رئيس الوزراء وليس قرار مجلس النواب. تمام. رئيس الوزراء فطن الى المشاكل دي فقال ايه يا جماعه، احنا عايزين نضع ضوابط على كل مطور عقاري جاي يتعاقد مع هيئه المجتمعات العمرانيه او شركه من الشركات الدوله اللي مالكه ارض، انه لازم الضوابط دي تبقى جزء من تعاقده ويوافق عظيم. عليها ويلتزم بها. عظيم جدا. فخلاص ادينا لهذه الضوابط المشروعيه القانونيه. طيب الضوابط دي بتتكلم في ايه؟ الضوابط دي بتتكلم في واحد، زمان حضرتك كنت تاخد قطعه الارض تمام وتروح لامن فلوس واعلنت عن فتح الباب، سوقت عليها، تاخد لك قاعه في فندق 5 نجوم، تجيب لك 20 شركه وتجيب لك بعض الشركات، تجيب لك شويه ولاد كده بيعملوا نفسهم بيتعاقدوا ويقول لك المرحله الاولى خلصت تمام، والناس بتصدق والناس بتمشي. ليه؟ في مشاريع كويسه جدا باسماء كويسه بتخلص تمام. فتبدا تاخد حضرتك تلم المقدمات وتقعد لك 5 6 سنين ما بتحطش اساس نقطه اسمنت ولا زلط ولا حديد في الارض، وقاعد بتلم بقى، ما انت كمان عملت حاجه، رحت انت مكتب الناس كلها شيكات ومكتبهم الفلوس ودي اللي بحذر منها، ما تكتبش شيك. ما ينفعش يا استاذ احمد، ما فيش شركه يا فندم لحد النهارده بنتكلم على ارض الواقع، ما فيش شركه انا بقول لك بصيت عليها اهو مطور عقاري بنسبه 90% ما بيمضيش شيكات. ما تشتريش. ما حدش هيجيب حاجه. على فكره الكلام ده بقى خلاص بقى هو السائد دلوقتي يعتبر، ودي كارثه. احنا لما بنقول على حاجه غير قانونيه سائده دي كارثه برضو، ان احنا ده بقت الزاميه، يعني التعاقد بيتم باقرار وبيتم بعقد وبيتم كمان بشيكات بنكيه. على فكره مش بس المطور العقاري بيعمل كده، حتى البنوك بتعمل كده. يعني البنوك مع اي قرض بتاخده بيعمل نفس القصه. بس البنك مضمون. يعني اقصد ان هو ليه، يعني اقصد ان هو هنا الامور كلها بقت رايحه في هذا الاطار. يعني انا مستعد ادفع شيك بس ادفعه امتى؟ لما اجي استلم. ما هو هنا بيبقى ملزم مثلا بمده محدده، يقول لك كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنه. انا النهارده حضرتك خدت مني 10% مقدم الشقه. كويس. او الفيلا او الوحده اللي انا واخدها. طيب. ايا كان. وانا لا استلمت منك ورقه غير ورقه فيها عقد. وهتسلمني بعد 3 سنين، وانا لسه شايف رمله. دلوقتي الارض رمله. ده اكتر من 3 سنين كمان. ما خلينا نقول بعد 3 سنين وسط يعني. حضرتك عايز تاخد مني شيكات ليه؟ هو انا حضرتك خدت استلمت حاجه؟ انا مش ضد المطور العقاري، بس انا مع العداله، بمعنى حقك كمطور عقاري تاخد الشيك ده امتى؟ يوم ما تيجي تسلمني الوحده وانت مديني الوحده دي على 5 سنين اقساط، فانت سلمتني بعد 3 سنين ففاضل لك 2 سنين اقساط قبل ما تدخلني خد. ودي على فكره في شركات كبيره جدا، بس ما فيش داعي نقول اسماء، واسماء محترمه في السوق بتعمل كده. تاخد امتى؟ فهمه. تيجي حضرتك تستلم النهارده وحدتك، طيب فاضل لك 2 سنين. ليه بقول دي العداله؟ عشان احمي المطور هنا، لان السائل المشتري لو دخل وعشان اطلعه واخد الشقه اعمل، فالشيك هنا اداه قرص عليه لانها جنائي. هو بيبقى بالنسبه لهم في فئه معينه مئويه هي بيحددوها او بيوصلوا لها لمرحله الاستلام، يعني سي عديت ال 40%، عديت ال 50%، فهنا من حقك تستلم، والباقي ممكن يعني يتم تقسيطه على المده اللي هي متبقيه. ليه انا بقول لكن ما اعتقدش حد بيسلم في الاول ويقول لك قسط الباقي، يعني مش بيتم بسهوله يعني. لا هو الموضوع ابسط من كده، يضمن حق الطرفين. ايه بقى؟ حضرتك مشكورا تقول لي هستلم لما اوصل ل 50% من الاقساط. تمام. ما وصلتش ل 50% من الاقساط تستلمش. ما تستلمش وافسخ عقدك وخد حقك القانوني. العقد اللي بيتم ما بين اي مطور عقاري ومشتري اللي هو اللي بيبقى يعني بنبدا باللي هو الفلوس اللي هي ممكن تبقى الحجز الوحده، وبعد كده الموضوع بيتطور الى التعاقد اللي هو العقد الابتدائي او العقد اللي هو اللي ما بين الشركه ما بين المشتري اللي هو من غير الشرع العقاري. ما هو بيجي ايه؟ اول لحد ما يخلص المده في البرزنتيشن اللطيفه اللي بتتعمل دي، استمارة حجز، يقول له النهارده عندنا خصم 10%، مش هعرف اجيبه لك بكره. ماشي. لو ما وضيتش النهارده وخد، فبياخد منه استماره الحجز. كويس جدا. ودي بمقابل مادي الى حد ما برضه مش قليل، ويدفع ده بيبقى برقم رقم يعني، ويجي يكتب له في استماره الحجز، ولو رجعت
يتم خصم 5 أو 10 من اجمالي المبلغ. تمام. اللي هو يلاقي نفسه فلوس اللي دفعها في استماره الحجز لو رجع راحت. ويجي وفجاه يقرا عقد يلاقيه يقول له مش هغير لك العقد. فانت مفيش حاجه اسمها استماره حجز قبل ما اقرا عقدك، اقتنع بعقدك، اصل ده مش قران يعني، حاجه مش منزله. وبعديها بيتم بقى اللي هو العقد او التعاقد ما بين الشركه او المطور العقاري. ازاي حضرتك مبين تروح دافع لك مثلا 5% من ثمن الوحده اللي انت بتشتريها، وده هيبقى رقم كبير النهارده. ال 5% ده مثلا مئات الالوف ممكن يدخل، تمام؟ فهتدفعه، هتيجي تقول له ايه؟ هكمل الباقي امتى؟ اول ما نكتب العقد او قبل ما نكتب العقد. انت كده رجلك غرزك. لما تيجي تقرا العقد اي بند مش عاجبك هتقدر تغيره؟ ما هو انت حتى لو في بند مش عاجبك مش هتعرف تغيره. مين قال كده؟ انا شخصيا غيرت بنود في حاجات اشتريتها. وده بيتم بالاتفاق بالتراضي يعني. هل ده في القانون ده المفروض بيتم ان الشركه او المطور العقاري هو اللي بيحط البنود الخاصه بيه؟ ده العقد شريعه المتعاقدين. وعشان كده رئيس الوزراء في قراره كان فاطن للحته دي وعمل شويه الاجراءات بقى اللي هنقول. عظيم جدا. منها واحد، انت مبدئيا لازم كمطور عقاري تفتح لي حساب في البنك. تمام. يعني ايه تفتح لي حساب في البنك؟ يبقى في حساب للمشروع ده. تمام. ما تاخدش الفلوس انت كده وتدخل في حسابك الشخصي، تبقى ظاهره قدامي او في حساب شركتك. عارف لا اللي داخلها للمشروع ده. هفتح حساب للمشروع ده. حلو. واعمل ايه بقى في الحساب للمشروع ده؟ المشروع ده النهارده قسم القرار الوزاري دي المشاريع لخمس حاجات. 50% اقل من 50 فدان سماه مساحه محدوده. من 50 فدان ل 100 مساحه صغيره. من 100 ل 500 مساحه متوسطه. من 500 ل 1000 مساحه كبيره. فوق ال 1000 مساحه قصوى. قال ايه؟ لو ما حضرتك تيجي تتعاقد مع الهيئة المجتمعات العمرانية أو جهة الولاية اللي بتبيع لك الأرض من الدولة، اتفقت على أنك تتعاقد على 50 فدان عشان تعملهم مشروع وحدات كومباوند أيا كان. تمام. تحط لي تكلفة المشروع ده كام؟ تكلفة المشروع ده 100 مليون جنيه مثلا، إنشاءاته بتجهيزاته قال لك قبل ما تعلن للبيع تكون حاطط 20% من ثمن المشروع ده في البنك، وعلى حسب تقييمه بالفدان. لا، على حسب القيمه. يعني لا، احنا بنقول ايه؟ مش قلنا محدوده او محدوده 20%، صغيره 15%، متوسطه 10%. النسبه بتاعت كل فئه فيهم. كل فئه. تيجي تحسب، انا مشروعي النهارده هيتكلف 100 مليون جنيه. رئيس الوزراء قال لك تحط لي 20% من 100 مليون، تحط لي 20 مليون كتأمين كغطا. ليه؟ لانك انت النهارده ما تقعدش تلم لي فلوس تكون دافع لي 5% من قيمه الارض، تلم عليها قد كده وتاخد الفلوس تعمل بيها تحطهم في حته تانية. وهي الفكره ايه؟ انت ممكن ما تكونش فكرتك انك تنصب على الناس، ولكن ايديك رجليك تطلع تفتح منك وتتوسع وتشتري هنا وهنا وهنا وما تعرفش تسد القديم وما تعرفش تلم نفسك. فهنا قال لك ايه؟ لازم تحط لي 20% من المشروع. طب ده كلام محترم جدا. وتيجي تحط لي كل 6 أشهر تعمل لي تقرير من مراقب حسابات معتمد لدى البنك المركزي بإيه المبيعات اللي بعتها وإيه اللي صرفته. يعني أنا بعت 20 وحدة 6 أشهر دول، أحط له وأحط له اللي اتحصل منهم، والشيكات اللي متحصلة منهم تدخل في الحساب ده. يعني الحساب ده للمشروع ده متراقب للمشروع ده. وتحط، وكمان لما تيجي تنجز نسبة المشروع تنجز لغاية 30% من المشروع ممكن تاخد الغطاء ده اللي هو ال 20% اللي هو التأميني. التأمين بس بشرط إيه؟ تسيب لي 5% من المبيعات، من توتال المبيعات، محطوطة بخطاب ضمان بفلوس تغطية. تسيبهم لي تغطية لمين؟ للوحدات اللي هتسترد وتتباع. فإذا أنت النهاردة بخاف من إيه أنا؟ يمكن الناس مش واخده بالها. انا ممكن اعمل مع حضرتك افسخ العقد واخد تعويض، واخد تعويض محترم يخليني اخد شقه في حته تاني بسعر النهارده. تمام. واخد فلوسي كامله واجي انفذ، الاقي المطور العقاري ده ما عندوش ولا تعريف انفذ عليها.